بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهاردة معانا لاعب جميل اللي هو توماس بريتش. توماس بريتش ده كان لاعب تشيكي محترف، وهو من أفضل العشر لاعبين عالميا حسب رابطة محترف التنس. توماس بريتش كان ليه رونق داخل الملاعب، وكان بصراحة بنسميه يعني زي الناس اللي هم زي كنا بنقول على نادال الأسطورة أو الفيدر الماستر، وكان برضو ليه حتة الجمال ديت. وهو وصل في التصنيف الدولي أو العالمي، وصل السادس في التصنيف العالمي، ووصل النهائي في بطولة ويمبلدون 2010. وصل للنهائي في 2010 بعد أن فاز على روجر فيدرر، ولكن كان الحظ بعد ما خلص فيدرر قابل نادال، ولكن الحظ يعني نادال فاز عليه في النهائي بتاع ويمبلدون في 2010. توماس برديتش كان ليه نتائج جميلة جدا داخل جراند سلام اللي احنا قلنا عليهم، البطولات الأربعة اللي هي رولان جاروس ويمبلدون واستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة. كان في استراليا المفتوحة وصل للنصف نهائي، في وصل للنصف نهائي في استراليا المفتوحة، وده كان سنة 2014. وراح ووصل برضه في رولان جاروس، وصل النصف نهائي في رولان جاروس برضه كان في 2010، وصل النصف نهائي. في ويمبلدون وصل للنهائي 2010. في ويمبلدون توماس بريديتش وصل في 2010 للنهائي. في أمريكا المفتوحة وصل للنصف نهائي سنة 2012. في 2012 وصل في أمريكا المفتوحة للنصف النهائي. ما كانش ليه حظ ان هو ياخد بطولات من جراند سلام اللي هي النهائي يعني يحصل على الكاس، ولكن وصل السادس عالميا، ده حسب تقرير رابطة محترف التنس ان هو وصل السادس عالميا. ووصل للنهائي بطولة ويمبلدون 2010، ودي برضه ادته نقاط عالية جدا هي وامريكا المفتوحة في النصف النهائي سنة 2012. متشكرين، شكرا جدا، ولنا لقاء في فيديو آخر إن شاء الله.